واصل مئات العراقيين اعتصامهم المفتوح امام بوابات المنطقه الخضراء في بغداد بدعوه من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد يواصل مئات العراقيين اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه الجمعة الماضية بدعوة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. الأجواء كرنفالية ديمقراطية جميلة جدا، السرور بدا على القوات الأمنية وعلى أخوتي من المعتصمين جميعا من أطياف الشعب العراقي. هنالك لحمة وطنية جمعها العلم العراقي بين القوات الأمنية من الدفاع والداخلية، وكذلك عمليات بغداد أبدوا تعاون كبير، هنالك اقتسمنا اللقمة بيننا. يوحدهم العلم العراقي، افترشوا الخيم مطالبين بالكشف عن الفساد والفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الحزبية والطائفية. وستستمر اعتصاماتنا لحد ما ننال حقوقنا، نحن نطالب ونطالب بحكومة. نحن العراقيون المعتصمون في الخضراء حقيقة قد سحقنا الطائفية في العراق سحقا. هذه الخيام تضم العراق جميعا، شعب العراق جميعا. ونحن شركاء الهم، ليس بالخصوص على فئة معينة أو طائفة معينة أو حزب معين أو تيار معين، بل نحن كنا في ساحة التحرير شركاء للهم. وتأتي هذه الاعتصامات مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لرئيس الحكومة حيدر العبادي في 29 من الشهر الجاري، متوعدا باقتحام المنطقة الخضراء أو تشكيل حكومة تكنوقراط.